حياكم الله. هذه كانت قبل فترة، حيث استضفنا رئيس النقباء السابق ورئيس ديوان الخدمة المدنية للحديث عن الاتفاق الذي تم بينهم فيما يخص العلاوات، إلا أن هذا الاتفاق لم يصمد كثيرا، فالأطباء مختلفون مع الحكومة والمهندسون رفضوا المسار. الفئة الثالثة لم تنفذ مطالبهم، وتعديل النظام مقصود هنا نظام ديوان الخدمة المدنية تمت الموافقة عليه. الليلة على طاولة صوت المملكة ملف نقابة المهندسين، نقابة الأطباء ومطالب الفئة الثالثة. نحاور مع النقباء ونستمع لإجابات الضيوف، واسمحوا لي أن أرحب بضيوفي عطوفة رئيس ديوان الخدمة المدنية الأستاذ سامح الناصر. مساء الخير يا سيدي. مساء الخير. وأهلا برئيس اللجنة الإدارية النيابية الدكتور علي الحجاج. مساء الخير يا سيدي. اسمحوا لي أن أرحب أيضا بنقيب الأطباء الدكتور علي العبوس. مساء الخير دكتور. مساء النور، حياك الله. وأهلا بنقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة زعبي. مساء الخير مهندس. مساء الورد، أهلا بيك. أهلا أهلا صوت المملكة، ماذا أهلا بكم جميعا. يمكنكم الآن متابعة صوت المملكة عبر حساب قناة المملكة على موقع الفيسبوك، كما يمكنكم أيضا طرح الأسئلة. أهلا بكم. فيما يلي أبرز مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام بخصوص العلاوات الفنية وعلاوات الرتب الهندسية. علاوة الحد الأدنى 180% للمهندسين المعينين حديثا، العلاوة حسب الدرجة الوظيفية بحيث تكون علاوة الدرجة الخامسة 200%، الدرجة الثالثة والرابعة 220%، الدرجة الأولى والثانية والخاصة 235%، الزيادة على رتب 20% لكل رتبة، إضافة إلى 50% من العلاوة الفنية على معادلة التقاعد المدني. أهلا بكم من جديد، أهلا بضيوفي. اسمحوا لي أنه نقسم الحلقة أستاذ سامح ودكتور علبك، طول بالك علينا شوي، سعيدين بوجودك. أبداً. نعم. واسمح لي سيدي نبدأ بالمهندس أحمد سمارة. مساء الخير مهندس. مساء الورد، اهلا بك يا هلا، ومساء الخير لضيوفك، مساء الخير للدكتور علي، ومساء الخير لعطوفة سامح بيك. الله يحفظك. الله يحييك سيدي. اليوم اجتمعتوا وما اتفقتوا المهندسين هذول؟ اعتذر، الاطباء اللي اجتمعوا. الاطباء سيدي الان. نعم. كيف سيتم الاتفاق مع الحكومة؟ تم الاتفاق مع الحكومة او لا؟ هناك عقبات ام لا؟ ما هو موقف نقابة المهندسين أيضا؟ تفضل. الصحيح أنه اللي صار هو حوار بين النقباء. نعم. واللي إحنا عملناه هو محضر لاجتماع مجلس النقباء، وقعنا عليه كافة النقباء بالعلاوات الموجودة، وكان التوافق بين النقباء على أنه اللي دارسين 4 سنين تكون علاوتهم جميعا 135%، واللي دارسين 5 سنين 145 وإلى آخره. نعم. وأنا طبعا كنقيب للمهندسين أعلنت هذا الاتفاق عبر تصريح صحفي، إلا أنه ردود أفعال الهيئة العامة كانت ردود أفعال غاضبة ورافضة لهذا الاتفاق، واستذكروا تجربة مريرة مع الحكومات من عام 2012. هلا ما قبل عام 2012 كانت علاوة المهندسين 150%، وكانوا يتعينوا بالدرجة الخامسة. الآن صاروا يتعينوا بالدرجة السادسة وعلاوتهم 120%. كان هناك توافق مع حكومة الدكتور عبد الله نسور على زيادة 30% على 3 مراحل، 10% في كل مرحلة. لم يحدث ذلك. نعم. اثنين، كان يشعروا أنه إحنا لما وقعنا الاتفاق كنا ننظر إلى الدرجات. كان هناك كثير من التفاصيل الأخرى التي يعرفها كل المهندسين كلهم في قطاعه على حدة. فمثلا على سبيل المثال علاوة العمل الإضافي بالنسبة لزملائنا الصيادلة اللي احنا وياهم بنسكن بنفس الدرجة اللي هي الدرجة السادسة، هي عبارة عن 35% من الراتب الإجمالي، بينما للمهندس 30% من الراتب الأساسي. هي بتفرق كثير، بتفرق أكثر من 160 دينار، وبالتالي ليست المساواة في الدرجة عدالة، بمعنى هناك بعض التفاصيل الأخرى التي يلم بها المهندسون في القطاع العام كل في موقعه تجاه هاي المسألة. نعم. فحدث هناك نوع من الغضب،
احنا في مجلس النقابه لما اجوا عنا وباعداد كبيره جدا استوعبنا زملائنا وعقدنا اجتماع موسع معهم وتبادلنا الحديث وقلنا لهم انه احنا بالنهايه كنقابه مهندسين نحترم هذا الاتفاق وبالتالي لنتوجه الى اللجنه الاداريه في مجلس النواب ولنعطي فرصه لمؤسساتنا الدستوريه والا نذهب الى الشارع، كنا حريصين جدا ان لا نذهب الى الشارع وان نحترم الحوار عبر مؤسساتنا الدستورية. نعم. اجتمعنا اجتماعيا الحقيقة في مجلس النواب مع اللجنة الإدارية وكان الدكتور علي وعطوفة سامح بيك موجودين وكان في مقترح مقدم من اللجنة الإدارية أن يتم طرح نوع من النسبة اللي وجدوا في اللجنة الإدارية أنها نسبة عادلة أن تكون 15% زيادة للمهندسين أي لتصبح 160%. نحن لم نرفض هذه النسبة، بقينا كالعادة في كل العمل النقابي نحترم ما توافقت عليه الجموع المهندسين في القطاع العام بالمطالب، لكننا نظرنا بعين الاحترام لموقف اللجنة الإدارية ومخاطبتها لدولة الرئيس. نعم. طيب أستاذ سامح، مساء الخير أخي عامر وسعادة رئيس اللجنة الإدارية دكتور علي الحجاجي وأصحاب السعادة النقباء المهندس احمد زعبي والدكتور علي العبوس نقيب الاطباء. حقيقه احنا لما يعني كان بدايه الحوار ما بين الحكومه والنقابات كان بهدف التباحث معهم كيفيه رفع سويه الاداء، لانه هاجس هذه الحكومه كان منذ البدايه التركيز على الاداء، وهذا لمسناه بكل مراحل عملي انا كرئيس الدوائر المدنيه وقبل ذلك امين عام من خلال تركيز دولة الرئيس على تضمين نظام الخدمة وكل تشريعاتنا ما يتصل في عملية تحفيز الموظف العام بما يسهم في تقديم الخدمة للمواطن. وحتى لما طلعوا أخواننا المعلمين كنا ماشيين معهم بنفس الوتيرة إحنا، وتم التوافق معهم على النظام أيضا معتمد على المسار المهني بنعكس في المحصلة على سوية الأداء. طيب شو اختلف إذا تم الاتفاق معهم؟ هو يعني كانت العملية يعني مش ما أخذت يوم يومين وشهر شهرين، هي فترة يعني زمنية طويلة يعني أكثر. نعم. يعني بحكي أنا من بدايات السنة الماضية وتم يعني بحث كل الاحتمالات وبالأخير يعني تم توافق على موضوع ما تم قدموه النقابات نفسهم، يعني وبالذات طرحوا وطلب دولة الرئيس دراسته من قبلنا من قبل سعادة رئيس مجلس النقباء الدكتور زيد اللي هو كان رئيس المجلس نقيب الصيادلة، وتم على ضوء كان معهم خبراء من في الموارد البشرية. نعم. يعني مش بس يعني اخوان مختصين في العمل النقابي ومجالهم التخصص بل ايضا في الموارد البشرية كان معهم، وبالتالي هم اللي قدموا التصور الاساسي للمسار المهني للأمانة. يعني بس يقول لك الخبراء ظلموا الاطباء. لا سيدي هو كان في كان انصفوا الممرضين و... لا لا هسه بحكي تفضل. هلا هو يعني موضوع الانصاف هذه عملية حقيقة هو في شعور عند الاخوان في بعض النقابات انه يعني خاصه من غير المهندسين والاطباء انه احنا يعني في سابقا كان في شكل من اشكال الظلم عليهم، هم يعتقدوا ذلك. نعم. لكن احنا يعني نعتقد انه تشريعاتنا كانت متوازنه حقيقه في التعامل مع العلاوات بشكل عام بالشكل اللي بيمكننا نستقطب الكفاءات دون مغالاه، بحيث انه فعلا ما يصيرش في عمليه جذب من القطاع الخاص لانه بده يكون في عمليه توازن وبنفس الوقت بتحفز الاداء. هلا كل واحد ممكن يطلع من زاويته على طبيعة طيب. مهنته ماشي. لكن بشكل عام المهندسين زيد خلينا بالمهندسين. المهندسين هلا كيف بدكم تتفقوا انتم وياهم هلا، لكن الإطار العام للمسار انه اتفقنا عليه انه في عندنا احنا علاوة تخصص بغض النظر عن الدرجة بمعنى اخر، هذه علاوة على المسار العادي وتكون هي على غرار مثلا مع علاوة المعلمين بعض المهن الاخرى بدون ما تكون فيها مستويات، وتعطى على السقف تبعها بمعنى اخر الاطباء 160، المهندسين هي كانت حقيقة في البداية 135 رفعت الى 145، وهكذا لبقية الزراعيين 135، وهكذا المعلمين 135، الصيادلة وهكذا حسب، واخذ بعين الاعتبار درجة تعيينك عند بداية تعيينك. يعني معظم المهن المهندسين الزراعيين الجيولوجيين الممرضين يكون تعيينهم بالسنة الثالثة في الدرجة السابعة، المهندسين والصيادلة ودكتور الصيدلي والمهندسين بيجوا على الدرجة السادسة. وينتقل الموظف بعد ذلك ضمن شروط ومواصفات إلى المسار المهني. المسار المهني حقيقة صار فيه ترتيب بحيث يكون من 5 مستويات، والموظف يرتقي ضمن شروط وضوابط
تم التوافق على إطارها العام من حيث سنوات خدمة، من حيث شروط تأهيل، تدريب، اختبارات، مجموعة من الضوابط، ويرتقي في الرتبة، وهذا سينعكس أداء على سويته وعلى الخدمة المقدمة للمواطن. وبالتالي تتدرج العلاوة بتدرج المستويات والرتب. زي ما حكينا بالنسبة لكل المهن بتبلش مثلا الزراعيين 135 تنتهي 175. طب ماشي بالنسبة سيدي. للأطباء أنا بدي أسألك سؤال، بالنسبة للمهندسين وين نقطة الخلاف بينك وبين النقابة؟ هلا هم كان احنا يعني على العلوي الأساس اوكي اللي هي ضمن المسار العادي احنا توافقنا على 145. نعم. وبعديها بنتقل منها للمسار المهني. هنا هم بيعتقدوا انه هذه يعني حاليا هم كمبتهم مش 145، هم بدهم اكثر من ذلك. هلا احنا الحكومه اقرت زياده لكل وظائف الفئه الاولى ال 15% كما هو معلوم. يعني انا افرض انه ما معي دكتوراه، افرض انه انا معي دكتوراه طيب درست ماجستير ودرست ثلاث سنوات دكتوراه يعني 5 سنوات، انا بطلع لي 15% كاعلى سقف في الوظائف الاخرى غير عن اخواننا مستبدين النقابات. طيب والفئه الثانيه والثالثه زي ما بتعرف اعطينا لهم 20%. هلا اعطيت كحد ادنى لهم اللي هو يعني المهندس الان بالسقف الاعلى، اولا بلش المهندس بلش 120، هذا اللي هو اول ما يتعين على اول درجتين، ثم بنتقل بلش يتصاعد يعني لا يوصل لل 130. اعطي الان هم 145 يعني اعلى من السقف تبعهم ال 130، اخذوا كمان 15، فبالتالي ال 145 باخذها المهندس بتعين اليوم، اللي المفروض ياخذ 125 هو الان باخذ 100 يعني لما بتعين باخذ 145. طيب فبتلاحظوا انه في صار في كويس يعني في صار في زياده، هم بدهم هاي العلاوه بدايه تتغير وثم ينعكس على رتب العلاوات المسار. طب الى اي حد تتوافقون مع ما تحدث به الاستاذ سامح مهندس احمد؟ اولا بالنسبه لموضوع المسار المهني احنا متمسكين بالمسار المهني، بالعكس احنا هناك توافق كبير حول هاي المساله، واحنا مع تطوير الاداء، بالعكس نقابه المهندسين سبقت ديوان الخدمه المدنيه في هذا المجال. احنا عندنا نظام التأهيل والاعتماد المهني وعندنا الدرجات، احنا فوضنا من قبل اتحاد المهندسين العرب ان نحط النظام العربي اللي هو للتأهيل والاعتماد المهني وصادقنا عليه في تونس في شهر 11 الماضي، والان احنا بعقد هيئات عامة استثنائية للسير قدما في التصديق على نظام التأهيل والاعتماد المهني في نقابة المهندسين. نحن مع المسارات المهنية، لكن بدي ارجع اذكر عطوفته انه حاله القهر اللي بيعاني منها المهندس في القطاع العام اللي هو انه لم ينصب في هذه العلاوات نتيجه انه المزايا اللي بتمتعوا فيها زملائنا الصيادله والاطباء كبيره على بالتفاصيل الاخرى. وهلا انا جبت لك المثال انه زميلنا الصيدلي اللي تساوى معنا اليوم، يعني زميلنا الصيدلي كانت علاوته 100% يبدا ب 100% اليوم صار 145 اخذ 45% في حين المهندس اخذ 25%. انا بحكي عن حديث التخرج، لكن هو عنده العلاوه اللي هي اللي بياخذها على العمل الاضافي 35% من الاجمالي، فلو افترضنا لحديث التخرج 500 دينار، ال 35% بشكله تقريبا حوالي 200 دينار، لكن بالنسبه للمهندس 30% من الاساسي اللي هن ال 160 دينار كان بنحكي عن 48 دينار. نعم. فلا يشعر المهندس اليوم، شعر المهندس انه زملائه الاخرين يعني اخذوا ارقام اعلى بكثير من هاي المسائل. لو رحنا حتى لاتفاق المعلمين اذا بتتذكر في عندهم مكرمه ملكيه وعندهم تمنحهم إضافات أخرى، يعني ألا ننظر إلى العلاوة بصفتها المجردة 35 أو 45 بقدر ما ننظر إلى الـ 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 الأجزاء والتفاصيل الأخرى لهذا الاتفاق. طب إلى أي حد ممكن تتفقوا يا سيدي؟ أنا بشوف الاتفاق تقريبا تحصيل حاصل، أنا ما بعتقد في طرف من الأطراف عنده رغبة بالتصعيد، لا إحنا ولا الطرف الحكومي. أنا وفي يعني خلينا نقول رسائل متبادلة إيجابية بين كل الأطراف. ماشي، لكن الحكومة تتحدث بأنه تم الاتفاق سابقا وتم التوقيع من قبلكم نقابة المهندسين ونقابات مزبوط أخرى. مزبوط. بس أنا بحكي لك خلال الأيام، صحيح، لكن خلال الأيام القادمة لا، في رسائل متبادلة إيجابية إن شاء الله. إن شاء الله في إيجابية سيدي بالنسبة لنقابة المهندسين؟ يعني بشكل عام إحنا يعني كل النقابات إحنا ملتزمين بالاتفاق اللي تم. يعني وأنا بحب أشير إنه يعني الصيدلي اللي علاوته لما بتعين أول شيء 100 يعني بأخذ بس 100%، المهندس 120%، يعني الفرق بينهم 20. هلا لما نشوف الزيادات اللي صارت على العلاوات نفس المسار يعني الهامش 10%، لكن هم الإخوان يعني
بتحدثوا عن مزايا اخرى موجوده في انظمه خاصه بالحوافز الهامش 20% مش 10%. بحكي سعادته، لكن هذه لها علاقه بطبيعه عمله وتخصصه في وزاره الصحه وهكذا، يعني نظام حوافز ما له ليس جزءا من نظام الخدمه. الحكومة راح توقف عند الطلبات اللي قدمتها لنقابه المهندسين ولا راح في اخذ وعطاء مع النقابه؟ ممكن يتم التغيير لانه سمعت ان الحكومه متمسكه بهذا القرار. نعم هو صراحه هو احنا اخر يعني الاجتماع اللي صار في اللجنه الاداريه واعتقد الدكتور موجود. نعم يعني انا هذه المعلومات اللي عندي، احنا ملتزمين بالاتفاق واخوان اصحاب السعاده باللجنه الاداريه اجتمعوا مع الاطراف جميعا، وهو ادرى يعني اقدر مني يعني يبحث الموضوع يحكي فيه يعني. سيدي سمحت لي استاذ عامر. نعم تفضل. اللي تفضل فيه المهندس احمد هو سابقا، خلينا نرجع شوي للوراء، كان هناك اتفاق بين مجلس النقباء بشكل عام وبحضور الحكومه، كان توافقات على عدد من المطالب، وكان صريح بطرحه لما ذكر قبل شوي المهندس احمد انه لما رجع للقطاع للهيئه العامه واذا في هناك بعض النقاط التي اغفلت. نعم. نتيجه عدم ادراك، لانه عفوا سعاده النقيب هو متخصص في القطاع الخاص يمكن لم يعمل بالقطاع. نعم. العام، وكان صريح بهذا الجانب انه بعض الجوانب هناك في احس فيها غبن للمهندسين، فتوافقت نقابه المهندسين على ان يكون هناك رفع للعلاوه من 145 حتى تصل 160، يعني بزياده 15%، وهذا بلقائنا الاخير مع سعاده المهندس وحتى عطوفته كان موجود والاخوان، ونسبنا للحكومه برفع العلاوه بموافقه 15% حتى تصل 160%، وهي يمكن يعتقد يمكن تشمل 4000 موظف تقريبا مهندس يمكن في القطاع. بس الحكومه راح توافق ولا لا؟ هو الان في تواصل، يمكن احنا على تواصل مع الحكومه، واعتقد راح يكون بكره في بيننا وبين الحكومه تواصل، يعني انا على الصعيد الشخصي بكره في اتصال بيننا وبين الحكومه نشوف لوين وصل هذا الجانب. طيب سيدي انا بدي اتكلم يعني بصراحه، قول لي بصراحه. بقول صراحه احنا لما بلشنا في التعامل مع اخواننا في النقابات، انا يعني ابديت يعني تخوفي من انه هل هناك توافق من جميع النقابات، لاني انا بعرف من لما دخلت على الديوان 89 وهناك انا بسميها متواليه حسابيه، يعني بتبلش نقابات ثم بتبلش نقابات اخرى وهكذا متواليه. طيب بعيدا عن بعض المعطيات اللي يمكن احنا يعني لما نطلع على كل ما بيتقاضاه الموظف من مزايا وظيفيه سواء كانت في الراتب في العلاوات في المكافآت في الحوافز، يعني وضعنا جيد. طيب وسألت بشكل محدد الأطباء والمهندسين، قالوا الإخوان وكانوا موجودين أنه إحنا متوافقين لأنه هم زي ما حكيت يعني البعض. طب عطوفتك بدي أسألك سؤال. وبالتالي إحنا هذا اتفاق متكامل سيدي، هو اتفاق متكامل بين كل النقابات، ودولة الرئيس كان واضح بكلامه أنه إذا كان في اتفاق حتى لو كانت يعني فيها ضغط إضافي على الخزينة، ما دام في اتفاق وفي ضمن السقوف حتى اللي تم تحديدها معاهم هم نفسهم على ضوء المسار المهني 145 بشكل عام. يعني وافق دولة الرئيس شرط انه تكون موافقة جميع اطراف، وهذا ما تم التوافق عليه، فهو اذا هو باكج كامل ومتكامل، وبالتالي لن يكون هناك اي شيء جديد من الحكومة. انا بعتقد انه على العلاوة الاساسية اللي تم التوافق عليها هذا المفروض نلتزم جميعنا بالاتفاق جميعنا. طيب ماشي. بالنسبة للمسار المهني هلا هذا يعني احنا كاساس متفقين عليه. طيب نعم. طيب سيدي انا بدي اسمع منك مهندس، سمعت شو تفضل في عطوفته، يعني الكلام واضح حتى لو كان في رسائل بينك وبين الحكومة على ما يبدو رسالة واضحة. عطوفته صحيح، عطوفته أنا بعتقد عطوفته بيمثل الجانب الفني في هذا الاتفاق، وأنا بعتقد أنه القرار السياسي عند دولة الرئيس وعند الحكومة، وفي أعتقد إحنا كمان عندنا اجتماع بكرة هلأ بلغني قبل ما تبدأ هاي الحلقة رئيس مجلس النقباء أنه سيكون لنا لقاء مع الحكومة غدا مع أيضا صديقي وزميلي الدكتور علي العبوس. طيب سيدي شكرا جزيلا لك مهندس أحمد زمار النقيب المهندسين، شكرا جزيلا. شكرا. سأذهب إلى فاصل بعد ذلك. نقابة الأطباء تفضل البقاء معنا. أهلا بكم من جديد. فيما يخص مطالب الأطباء، قالت نقابة الأطباء إن قرارات الحكومة الأخيرة حول الزيادات الخاصة بالعلاوات الفنية لموظفي القطاع العام جاءت مخالفة للتفاهمات السابقة للنقابة مع الحكومة بشأن علاوة أطباء الاختصاص وصرف علاوة المسار المهني للأطباء بداية العام الحالي وتصحيح التشوه لعلاوة الطب العام، وطالبت النقابة الحكومة بصرف علاوة المسار المهني للأطباء اعتبارا من الشهر المقبل
واعتماد نسب العلاوات الفنية وفق ما تم الاتفاق عليه. أهلا بالدكتور علي العبوش، طولنا عليك يا سيد، بس سامحنا يعني. بسيطة سيدي علم، يعني سمعت الحكومة موقفها من المهندسين ثابت، وعلى ما يبدو بأن الوضع متشابه مع نقابة الأطباء، فماذا تقول؟ بسم الله، أول شيء أحييك وأحيي الضيوف الكرام جميعا. الله يحييك. وهاي فرصة أنا ما بديش نبين قدام المواطنين أنه كل واحد يجيب النار لقرصه، أن كل نقابة بدها لمصالحها الشخصية. أنا بدي أتكلم بصيغة أخرى، أنا بدي أتكلم مش بس كمدافع عن مصالح الأطباء، برضو المواطنين من صالحهم أن يجدوا من يخدمهم بالقطاع العام الرعاية الصحية المطلوبة. إحنا نعرف أنه القطاع العام الطبي هو آخر حصن قاوم الخصخصة، وهو آخر حصن لا زال يقدم الخدمة للمواطنين. إحنا نتكلم الآن عن شيء يلبي مصالح الأطباء وأيضا يلبي مصالح المواطن، المواطن من حقه عندما يدخل إلى مستشفى، أي مستشفى في أي مدينة من مدن المملكة، أن يجد أخصائي يقدم له الخدمة. من أجل ذلك يعني كانت للأسف القطاع العام قطاع غير جاذب للأخصائيين وللأطباء بشكل عام، وبالتالي كان توجه من الحكومة أن تحسن الرواتب والحوافز كما كنت أطلب منذ استلامي لنقابة الأطباء، وكانت الاستجابة على أساس أن تكون ضمن نقابات ككل. طبعاً نحن كنا مع الاتفاق، مع أنه تلبى حاجات كل الزملاء بكل النقابات، لكن لابد أنه هذا الطبيب مش بس أنه بذل جهد كبير ووقت كثير حتى يحصل على هذا اللقب، أيضاً عليه مسؤولية كبيرة أمام المسؤولية الطبية أمام المواطنين. جرى هذا الاتفاق وإحنا مشينا مع الاتفاق العام، ولكن حتى دولة رئيس الوزراء عندما اجتمعنا معه قال بأنه الأطباء مهضومة وفي تشوه في توزيع العلاوات فيما يخص الأطباء وأطباء الأسنان، وكان أيضا توافق من قبل الزملاء النقباء لابد أن يكون هناك مخرج للأطباء عبر هذه العلاوات، وكان هناك المسار المهني. إحنا المسار المهني طيب. موجود منذ القدم، لا يحتاج إلى تحضير عبر نظام الإقامة اللي عوض شيء من التشوه على أساس أن يطبق هذا العام، أي في 1/1/2020. فوجئنا بالإضافة إلى التشوه الموجود للطبيب العام الذي يعني علاوته أصبحت تقريبا نصف ما يحصل عليه باقي الزملاء من كثير من النقابات، كان لابد من هاتين النقطتين أن تحل حتى نلبي حوائج الأطباء. أول شيء المسار المهني يجب أن يطبق هذا العام، الناحية الأخرى يجب أن يصلح الأمر بالنسبة للطبيب العام، وأن لا إحنا ما بدنا تكون علاوتنا أكثر من غيرنا، بس لا نقبل أن تكون علاوة الطبيب أقل من غيره من باقي النقابات. بتقصد الممرض والصيدلي صح دكتور؟ حتى نكون واضحين، تقصد الممرض والصيدلي؟ إحنا لا نحسدهم، مبارك عليهم علاوتهم، وإحنا ما بدنا تنقص بالعكس الله يزيدهم. لكن بنفس الوقت الطبيب اللي بذل هذا الجهد يجب أن يحصل على حقه أيضا. طيب ليش الطبيب ما بيحصل على حقه سيدي؟ وبالتالي يعني إحنا بالنسبة إن المسار المهني كما قلت موجود عندنا نظام اسمه نظام الإقامة، وهذا موجود منذ وجد الطب ومن عشرات السنين، وبالتالي نحن لسنا بحاجة لوقت لتحضيره، فهو قابل وجاهز، وكما طلب رئيس الوزراء من وزير معالي وزير الصحة، وزير الصحة قال النظام موجود وجاهز للتطبيق حالا، وبالتالي احنا بحاجة الى تنفيذ ذلك. احنا بدنا الاتفاقية تنفذ، وبدنا الطبيب العام نجد له مخرج، لان الطبيب العام ومهنة الطب تختلف عن باقي المهن انه يوجد فيها شهادات. يعني الطبيب العام لما يجي يتوظف ما بيتوظف على شهادة البكالوريوس، بحاجة انه يتقدم الى فحص امتياز بعد سنة، ربما يحتاج الى اكثر من سنة حتى يحصل على مزاولة المهنة بعد اجتيازه لامتحان الامتياز، وبالتالي متطلباته كثيرة. بالإضافة أنه هو ما حصل على الطبيب العام لأنه هو قصر وما دخل نظام الإقامة، لأنه إحنا موجود عندنا تقريبا 1500 طبيب عام في وزارة الصحة لم تحن لهم الفرصة حتى يدخلوا في نظام الإقامة، وهم يقدمون خدمة جليلة، يغطون كل المراكز الطبية عددها بالمئات في كافة مناطق المملكة. هؤلاء يستحقوا التقدير ويستحقوا أن يكافئوا بشيء لا ينقص عن باقي الزملاء. ماشي تفضل سيدي. يعني هو لذلك فنحن بحاجة إلى تطبيق المسار المهني حالا، وبحاجة طيب. لإنصاف الطبيب العام. الطبيب العام مش بس بكالوريوس كما قلت، هو يقدم خدمة كثيرة، وهو مش أنه عاجز عن تطوير نفسه، لكن أنا بقول أنه أنا كل سنة بدي 400 طبيب يعين،
وعندي اصلا موجود عندي بالرصيد 1500 طبيب عام، متى سيحصلوا على برنامج الاقامه؟ طيب سيد اسمع الاجابه من الاستاذ سامح بعد امرك. كل سنة. ماشي تفضل دكتور. يعني احنا صحيح فضل. يعني كل الاحترام والتقدير لاخواننا الاطباء والمهندسين وكل المهن سواء كانوا منتسبين النقابات او وظائف الخدمه المدنيه المختلفه، لانه كمان اعمالهم الاخرى في كل المهن والاعمال تقدر. حقيقه في هناك يعني ما يتعلق في الاطباء بالنسبه للمسار المهني، هناك في تصنيف عندهم معتمد من اقدم النقابات ويطبق ومطبق، يعني سواء بالنسبه للاطباء الاطباء العاميين اطباء الاختصاص وايضا برنامج الاقامه. وبالتالي هو كان الهدف الحكومه من موضوع التعامل مع اعتماد المسارات المهنيه في عام 2020 على بين ما نحضر حالنا، لانه بيطلع في تعليمات في شروط في متطلبات يجب ان تكون متفقه مع رؤيه الحكومه في هذا الجانب. والجانب الاهم انه بدنا نرصد مبالغ لهذه المسارات هذه الرتب معنى اخر. وكما هو معلوم الان القانون الموازنه العامه مودع في الان مناقشه في مجلس النواب الموقر، وبالتالي ما لا يجوز ادخال اي تعديل عليه. اذا هذا هو كانت الحكمه من عمليه انه ارجاء الرتب والمسارات المهنيه للعام القادم. هلا حقيقه في هناك يعني ما في تطبيق له هذا السنه؟ لا مش هيك، هو هذه القاعده العامه، لكن كان توجيهات دوله الرئيس واضحه انه المسارات الجاهزه والمعتمده واللي اذا الوزير المختص وافق عليها ورفعها بعد تشاور مع الديوان طبعا، بحيث انه يتم التاكد من انها تلبي متطلبات واحتياجات الحكومه، ينظر فيها مجلس الوزراء، اذا اقرها مجلس الوزراء يمكن تطبيقها. هلا احنا مع اخواننا الاطباء ماشي عدوفتك راح نطبقوا هاي السنه ولا السنه الجاي سيدي؟ اذا تم دراسه المسار اللي تم المستخدم في القطاع الصحي الطب بالذات كأطباء، وتم التاكد من انه متفق مع الاطار العام للمسارات المهنيه، واعتمدوا طيب معالي وزير الصحه واقروا مجلس الوزراء، انا بعتقد انه ممكن تطبيقه. هي راحت يعني هي راحت لسنه؟ لا هو لا مش هيك هم عندهم سيدي، هم عندهم حقيقه. طيب حتى طيب انصاف الطبيب العام للامانه ماشي. حتى في الاتفاق اللي صار مع مجلس النقباء واللي زودونا في نسخه، يعني طبعا الحكومه زودتنا في نسخه منه انه رفع دوله الرئيس هم اشاروا لنفس الاخوان النقباء الاطباء النقابات انه هناك في نظام لتصنيف معتمد للمسارات المهنيه معتمد ومعمول به، وبالتالي هم يقروا انه في عندهم، لكن الصيادين ما عندهم. طيب سيدي انصاف الطبيب العام، انصاف الطبيب العام نعم سيدي، هو وايضا يطالبون بانصاف الطبيب العام. سيدي احنا يعني هلا لما ننظر زي ما حكينا، احنا ما بدنا ننظر لكل واحد من زاويته، احنا بنطلع على الامور من احنا بنعرف ندرك جميعا الاطباء والمهندسين وكل الموظفين وكل المواطنين يدركوا حجم العبء الان على واقع الموازنه العامه والماليه الحكوميه، لانه في عندنا عجز كبير حقيقه. الحكومه كانت شفافه في هذا الموضوع واعلنت بدون يعني اي تجميل واقع الموازنه العامه والعجز اللي فيها. نعم. وبالتالي يجب ان تكون المطالب كمان منطقيه، احنا في اتفاق تم التوقيع عليه ملتزمين به. الان ما يتعلق في المسار المهني هذا قابل للمناقشه، ليش؟ لانه هذا امر يعود لطبيعه المهنه وطبيعه التصنيف والمستويات التي يتم التعامل معها، واذا اعتمدوا الوزير المختص يعني واعتمدوا بعد ذلك مجلس الوزراء يمكن تطبيقه. طيب يعني دكتور علي الموضوع الآن عند الدكتور وزير الصحة وعند رئاسة الوزراء فيما يخص تطبيق المسار المهني، سمعت الإجابة، الحكومة بتلتزم باللي تم الاتفاق يعني عليه فقط، يعني جوابها واضح حتى وإن كان دبلوماسيا. لا ما دام موجود حل القضية عند معالي وزير الصحة، وزير الصحة متوافق معنا وهو طبيب وهو قد أقر لرئيس الوزراء أنه نظام المسار المهني للأطباء جاهز، وإن شاء الله متفائلين ما دام القضية موجودة عندنا. طيب وحتى مع إنصاف الطبيب العام المطلب الآخر؟ إن شاء الله نجد له حل، لأنه الطبيب العام يعني كلمة عام أعتقد أنه تحتاج إلى بحث. طيب إحنا في عندنا الطب ما في شيء اسمه عام، الطبيب اللي يقوم بعمل بالمراكز الطبية ويخدم الأسرة ويعتبر بالطريقة أو بأخرى صار في المسار المهني. طيب. وإن شاء الله نجد له حل ضمن هذه البوتقة. يعني ما في تصعيد من قبل نقابة الأطباء؟ والله إحنا دائما متفائلين، وإن شاء الله الحكومة تكون حكومة رشيدة بكل ما نتأمل، ويعني أمن البلد واستقراره
مش بس مطلب إنا، مطلب أيضا للكل، وإن شاء الله يعني الحكمة يتحل فيها حكومتنا، والأطباء أصحاب حق، والمواطن صاحب حق. أنا أعيد وأكرر، المواطن صاحب حق أن يجد الأخصائي المناسب في كل مستشفى. طيب. ونريد من القطاع العام أن يكون بيئة جاذبة للإختصاصية. ماشي. هذه في شخص اسمه وجد الشمالي يقول يا رب العالمين الوزير يكون يتابع البرنامج، لأنه صارت الموضوع كله الكرة عند ملعب الوزير، فهو صاحب القرار إما بتطبق المسار هذا العام أو لا. صح يا سيدي؟ لا إن شاء الله، متفائلين أنه إن شاء الله يتطبق هذا العام إن شاء الله. شكرا لك دكتور علي العبوس نقيب الأطباء، حياك الله. الله يحييك سيدي. حكينا على المهندسين والأطباء، كل واحد عنده نقابة، الفئة الثالثة يا سيدي. احنا نقابة 50. وين صرتوا يا سيدي؟ وهاي عطوفته موجود، تفضل. الله يخليك، شكرا. احنا اصحاب السعادة. ما في مشكلة، تفضل يا سيدي. سيدي بالنسبة للفئة الثالثة، هو القضية يعني فنية بقضية التوزيع المبلغ. يعني توافقنا، خلينا بس نعيد شوي للأذهان. الله يا سيدي شو اتفقتوا؟ خلينا نعيد للأذهان بس بعض مطالب الفئة الثالثة. تسمح لي أقولهن؟ يا ريت والله. طيب تتلخص أبرز مطالب، طول الكاميرا يا شباب، أبرز مطالب موظفي الفئة الثالثة بالتالي: شمول أبناء العاملين من الفئة الثالثة ضمن مظلة المكرمة الملكية لتعليم أبنائهم في الجامعات الحكومية، احتساب علاوات بدل تنقل للسائقين عند تغطية الوزارة لمناسبات وفعاليات وأنشطة رسمية، بالإضافة إلى مطالب حراس المدارس بعدم الإزدواجية في حراسة أكثر من مدرسة، تخفيض ساعات الدوام الرسمي واحتساب ساعات عمل إضافية، وتفعيل نظام الزيادة السنوية. إن شاء الله ما نكون نسينا شي سيدي؟ هاي أغلب المطالب صح؟ تقريبا لا الأغلب. والالتزام بالمسمى الوظيفي. والالتزام بالمسمى الوظيفي. نعم. سيدي وين صرتوا سيدي؟ إحنا أول شيء يعني قطعنا شوط صراحة، وتعاونت الحكومة معنا بهذا الجانب. نعم. شملتهم الزيادة بالنسبة للموظفين الفئة الثالثة، كما شملت عموم الموظفين في الزيادات الأخيرة. نعم. بس طبعا الفئة الثالثة بنحكي عن التربية والتعليم احنا. لا أنا بحكي بالمبدأ عموما. هلا زيادة على هذا، موظفين الفئة الثالثة في وزارة التربية والتعليم تم تخصيص مبلغ 3.5 مليون دينار زيادة للموظفين الفئة الثالثة بوزارة التربية والتعليم، غير عن الزيادة الأولى. 3.5 مليون. مليون دينار. طبعا مرد هذا إلى أنه هناك تشوهات سابقة أصلا بأن مستوى، وهو يعرفها عطوفته، وهذا تمت بعد دراسة، أنه مستوى الرواتب لموظفي الفئة الثالثة في وزارة التربية والتعليم أدنى من نظرائهم في مختلف الوزارات، فتم تخصيص هذا المبلغ لتقليل الفجوة بين الرواتب. متى سيطبق؟ هو مطبق اعتبار من 1/1/2020. من 1/1/2020 مطبق، والمبلغ لهم 3.5 مليون، لكن الآن الجدلية هذا منتهى الأمر. طيب. الجدلية الآن هي فقط في آلية التوزيع وبعض الإجراءات الفنية. مثلا أعطينا اليوم، أنا كنت في يعني كان فينا جلستين كما تعرف في مناقشة الموازنة، التقيت أنا مع الوزير على بهذا الخصوص. أول شيء بالنسبة لمطلب شمول أبناء العاملين في مكرمة أبناء العاملين، الموضوع يعني جاد في الحكومة، صحيح أخذ وقت طويل، لكن لأنه يخضع لإجراءات تشريعية، يعني الحكومة نسبت به لديوان التشريع والرأي، والآن أعطى رأيه وسيحال إلى رئاسة الوزراء لاتخاذ القرار فيه. فهذا أمر مش بحاجة مجلس نواب. لا ما بيحتاج إلى مجلس نواب. فهذا الأمر ماشي، ما في مشكلة. هاي واحد. توافقت الحكومة أنه لن يتم إشراك أو تشريك بيسموها أي آذن أو حارس من مدرسة إلى مدرسة أخرى. ما في ازدواجية. ما ينتقل من مدرسة، يعني إذا كان في نقص في مدرسة أخرى وأنا مسجل على هذه المدرسة، لن أنتقل إلى مدرسة أخرى ليغطي النقص الحاصل في تلك المدرسة. بيظلوا المدرسة. ماشي. المدرسة. لن يكون هناك تكليف بعمل آخر، سيتم الالتزام بالمسمى الوظيفي، يعني الآذن يعمل آذن والحارس يعمل حارس والسائق يعمل سائق. بمعنى سابقا كان اعتراض إخواننا في الفئة الثالثة، وهم مصادرين كان يستغل في شغلة كمان. كان يشتغل بالضبط كله في كل الأشياء بالصيانة حتى، ويطلع على الخزان وبينظف وكذا، بغض النظر احنا كمان ما بدنا نقيد ونضيق الأمور، لكن كان يكلف بأشياء كثيرة، الآن يلتزم بعمله بمسمى الوظيفي، مسمى الوظيفي ووصف الوظيفي. نعم. ساعات الدوام الرسمي 7 ساعات طبيعة العمل، طبعا هذا بموجب دار الخدمة المدنية وقانون العمل والعمال، إنه إلا إذا كان هناك خصوصية لطبيعة العمل، مثل يعني في بعض الأعمال مثلا كنا امبارح أول امبارح شفتات ممرضين موظفين طيران كنا طبعا قبل كم يوم يعني بحضورهم، إنه هاي وظائف تحتاج إلى عمل أكثر من 7 ساعات، مناوبات، حتى الممرضين اللي قاعدين الآن بيناوبوا طبيعة عملهم تختلف طبيعة.
اللي بيشتغلوا على المقاسم وخدمات الاتصالات وكذا لهم طبيعه عمل مختلفه، فهذول لهم نظام خاص. المهم 7 ساعات طبيعه العمل زائد اقرت الحكومه. سابقا كان يصرف 30% بموجب القانون العمل الاضافي او بموجب نظام العمل الاضافي، انه 30% زياده يصرف لغايه 30%، بعد ذلك كان يعمل الحارس ساعات طويله ولم يصرف له مقابل ذلك. 17 ساعه منه كان يشتغل بالضبط 17 ساعه باليوم، يشتغل جمعه ويشتغل سبت وبقيه اليوم يعني يستلم مساء من الساعه 2 مثلا لما تروح المدرسه، من 2 لثاني يوم الساعه 7 حتى يستلم المدرسه، هذا كله يعمله. الحكومه موافقت على صرف ساعتين 7 ساعات اصلي زاد الساعتين. هلا هو في القضيه، بس مشان نوضح الصوره الذهنيه، هم اخواننا بالفئه الثالثه بيعرفوها، لكن احنا الان فقط حتى لا يفهم انه الحكومه ولا احنا تم التنصل من الموضوع، لا، هي القضيه فقط باليه التوزيع. مبلغ 3.5 مليون كان الحديث عنه بالبدايه، ان يتم مطلب اخواننا في الفئه الثالثه ان يتم توزيعه بالتساوي على كافه موظفين الفئه الثالثه. الحكومه او وزاره التربيه تحديدا بتقول انه توزيعه بالتساوي على كل الموظفين يبقي الفجوة كما كانت، يعني اللي راتبه مرتفع يبقى مرتفع واللي راتبه منخفض يبقى منخفض. قديش على راتب فيهم؟ بغض النظر حتى بينهم، يعني أنا بقصد حتى بين هذه الفئة، إنه أنا مثلا حتى وأزيد عنك 50 دينار، لما تعطيني مبلغ متساوي تزيدني مثلا 30 دينار وبزيدك 30 دينار، أنا بزيد عنك 50 وزيدتني 30، صرت 80 زيادة عنك. طيب. وأنت أقل مني زدت، بظل الفرق هو. طب راح يكون يعني راح تكون متساوي الآن؟ كان إحنا في لقائنا في آخر مرة التقينا مع الفئة الثالثة، كان لهم مطلب أو وجهة نظر إنه بموجب نسبة على رواتب، حتى اللي يتعين حديثا راتبه الأساسي متدني ياخذ نسبه من راتبه الاساسي، واللي راعي واللي له خدمه 20 سنه ياخذ نسبه. نعم. حتى ما يكون هذا المبلغ مقطوع. تحدثت فيها مع معالي الوزير، قال وجهه نظر، وصار اليوم سيناريوهين، اما ان يؤخذ مبلغ بالتساوي، واما ان يقسم كنسبه على الراتب الاساسي لموظفي الفئه الثالثه، وسيتم التوافق عليه خلال بكره يمكن. يعني لسه ما طلعت لنا نتيجه، بس هو منتهى الامر، خيار يعني بين اثنين. نعم. الموضوع واحد بين اثنين. هلا عند اخواننا، وانا كنت اتحدث مع مندوب اخواننا في الفئه الثالثه الاخ علي الحويطات، انه له موضوع الحراس بموضوع الجمعه والسبت، اللي بداهم جمعه وسبت. الوزاره بتقول بشكل عام انه انا بحدد لك 7 ساعات وساعتين عمل اضافي، بعد هيك انت خلص يعني هذا دوامك الرسمي، لكن واقع الحال انه مش معقول الحارس يترك عمله. الجمعه والسبت كيف بده يغطيها؟ كان هناك تغطيه لهذا العمل، اليوم كان في حديث انه هناك توافق، هذا على لسان اخوي علي من الفئه الثالثه، انه توافق مع وزاره التربيه والتعليم ان يصرف 53 دينار بشكل مقطوع للحارس. المشكله هون الجدليه عند الحارس، للحارس الذي ليس له بديل. الحارس الذي له بديل يصرف له 23 دينار، يعني الذي ليس له بديل يصرف له 53 دينار. حتى يغطي، لانه هو اللي بده يغطي يعني يكمل دوامه، اللي له بديل لا بيتريح معه، ما في عنده مشكله. فهذا يعني طب يبقى لنا فقط يوم الجمعه ويوم السبت. الحكومه وجهه نظرها بتقول انه انا يعني هذه تراكمات سابقه، انا ما بدي احل المشكله 100% اليوم، يعني احنا نؤمن تماما انه الحارس في المدرسه كان يداوم جمعه وسبت وايام كامله، انا صعب اليوم اتخلى عنه كليا واعطيه بمقابل كل ساعه بيخدمها عمل اضافي، لانه ارض ايضا مربوط. اليوم كنا بحديث مع اخونا علي، فبيقول انه عندنا وجهه نظر انه يصرف مبلغ مقطوع يوم الجمعه ويوم السبت للحارس، بدل ما تروح تفتش على حارس بديل، اعطي هذا المبلغ للحارس الموجود وهو يغطي، يعني وان كانت يعني هذه مش ضمن العمل الاضافي لانه ما بيغطيها، بس خليها مبلغ مقطوع ويصرف هذا المبلغ للحارس ويستمر في عمله. يعني سيدي بكره بتطلعوا بنتيجه بكره ان شاء الله تعالى مع الوزير بكره. اروح على فاصل وارجع، لان تاخرت عن وقت الفاصل. تفضلوا البقاء معنا، فاصل قصير. اهلا بكم من جديد واهلا بضيوفي. سيدي، الفئه الثالثه تبعت وزاره التربيه والتعليم، طلب الفئه الثالثه غير وزاره التربيه والتعليم. هلا حقيقه احنا لما صار الموضوع اللي يتعلق في مطالب الاخوان في وزاره التربيه والتعليم الفئه الثالثه، كلفني دولة الرئيس انه نعمل دراسه على وضعهم، وحقيقه تبين انه زي ما اشار سعادته، يعني طبيعه ظروف العمل وساعاته وعدم صرف اي يعني بدل لقاء ساعات الاعمال الطويله، حقيقه تكليفهم في اعمال متعدده، وجه دولته بانه يعني نحاول نعالج هذا الموضوع من خلال تخصيص هذا المبلغ، على ان يتم مراجعه كافه المسميات وفرزها وتحديد الاوضاع بالنسبه لهم بشكل
بينسجم مع الأنظمة والتعليمات. لكن أنا بحب أشير أنه عدد المدارس كبير، هو حوالي 3600. احنا كان يعني في حاجه لهم لرفض المدارس، في بعض المدارس ما فيها حراس، لكن تركيزنا كان منصب على الكوادر التعليميه حقيقه في الفئه الاولى. الان تم تعيين السنه هذه يعني على ملاك الوزاره في على المشكله 2019 450 دفعه واحده اذن وحراس على كل مدارس المملكه، سيتبعها باذن تعالى السنه القادمه كمان عدد قريب. لكن بدي اقول انه صار في لقاء يعني مع الوزير، وصار في حديث انه ممكن يتم الاوتسورس بعض الخدمات، يعني تعهيد لشركات حمايه وامن لبعض المدارس. انا بحب اشير انه اجتماعنا مع الوزير حقيقه كان مهتم حتى في المسائل الفرديه للموظفين، لا بل هو اصر انه يكون في نفس الممثل عن الفئات الثلاثه ان يكون عضو في اللجنه اللي شكلها، وبيعرف سعادته الاخ الحويقتي انه يكون عضو في اللجنه اللي كلف فيها الامين العام بالوكاله يدرسوا كل اوضاع الفئه الثالثه وكيفيه التعامل مع تقسيم العمل. معظم الدوائر الحكوميه بالنسبه لسؤالك فيها نظام مناوبات، يعني انت بتداوم مثلا 3 ايام تاخذ يوم اوف وهكذا، في عندهم تعويضات، يعني اذا كلفتك انا بدل مثلا عمل اضافي بتاخذ يعني مبلغ معين، هذا حقيقه ما كان موجود في وزاره التربيه، لكن هذا كله ان شاء الله سيتم معالجته. طب سيدي المشكله بتضل معي بجزء اقل من 10 دقائق، وانا لازم احكي عن النظام الجديد اللي قدمه. نعم. بدي ابرز النقاط بهذا النظام الجديد، ابرز نقاط اللي بتحس انه بتلامس المواطن مباشر. هو بصلب النظام انه الان التركيز صار منصب على عمليه الاداء وتحسينه، وبالتالي دخلت مفاهيم في إدارة الموارد البشرية مهمة اللي هي تكون مبنية على الكفايات الوظيفية من مرحلة إعداد الأوصاف الوظيفية، وإحنا طبقناها بمناسبة الكفايات على وظائف الفئة العليا البطاقات الوصف الوظيفي عندما التعيين على الأمناء ومدراء العامين. ستنتقل التعامل معها في عمليات الإحلال والتعاقب، الترقية، التدريب، وهذا جهد كبير. ودولة الرئيس سألني عن مكونات النظام لما شاء، يعني هذا تطوير أداء مؤسسي صح؟ جزء منه، لكن جزء ولا كل؟ لا لا، هو النظام كله بيؤدي إلى تطوير أداء مؤسسي وفردي بذات الوقت. ليش؟ لأنه إحنا يعني هل ممكن أن نستغني بالمستقبل عن وزارة تطوير الأداء المؤسسي؟ إحنا شركاء معهم سيدي، إحنا شركاء معهم. هلأ في نظام الخمدانية نص لأول مرة على إنشاء وحدات تطوير أداء مؤسسي. إحنا بدنا نرشق وزارات سيدي بس تفضل. أسيدي هو يعني بشكل عام الآن كلف النظام لأول مرة نص على أنه خلال عام من سريان النظام يجب وضع مؤشرات الأداء على مستوى الأجهزة الحكومية كلها. طيب. وهذه يشتق منها بعدين الأهداف على المستوى طبعا التشغيل وعلى مستوى المستهدفات للوظائف. ايضا ادخل اللي حكينا فيه، طب لا اقول المدراء العام، المدير العام 4 سنين يجدد له 4 سنوات اخرى، ما في استثناءات؟ لا لا ما في ابدا. لا لا ابدا، بس يعني سيطبق هذا من من من, من سريان النظام فورا. أوكي. طبعا ماشي. على يعني لا يحسب باثر رجعي، طبعا يحسب من تاريخه. قضيه مهمه في الاستقطاب والتعيين انه اعطى حوافز للشباب انه ينخرط في سوق العمل بشكل سريع من خلال اعطائهم نقاط اضافيه في ترتيب التنافس تصل الى 20 نقطه. شفت ال 20 نقاط هذه في غايه الاهميه، اضافه للشهادات المهنيه سيتم التركيز عليها. وهنا وطبعا الخبره ما حدد الخبره. ماشي بس سيدي انت الوظائف اللي عندك تعليم وصحه، يعني شو بدك تستفيد من 20 نقطه؟ لا لا هو صح، وعندي انا نسبه كبيره مهن تعليميه و 50% مهن تعليميه، لكن انا الان لما يعني احنا حتى مفهوم ثقافه الوظيفه العامه والانتظار والدور الترتيب التنافسي، احنا باعتقادنا انه شكل يعني حقيقه مشكله ثقافيه لابد من التعامل معها، بحيث انه احنا ننتقل تدريجيا، وهذا اشار الى النظام نحو المسابقات المفتوحه من خلال الاعلان عنها تدريجيا 10% ما بين الانتقال من مفهوم الدور والترتيب التنافسي الى مفهوم المسابقات اللي سيتم الاعلان عنها. ماشي. ايضا في نقطه مهمه، التخصصات الراكده، بلا يقول لي تخصصات الراكده. نعم. الزم النظام ديوان الخدمه انه في الربع الاول من كل عام ان ينشر قائمه بتخصصات الراكده، وبحيث يضعها على موقعه الالكتروني، وايضا على بينشرها بصحيفتين الاوسع انتشارا. هذه التخصصات التي يعني احنا بتعرف سيدي وقفوها من الجامعات، ما حدا بيروح بيقراها، بس يعني لا تحطها على موقع ولا بجريده رسميه، بتروح على الجامعه بتقول له العلوم السياسيه وقفوا لي 4 سنين، لانه كل خريج العلوم السياسيه قاعدين. هلا هو كطالب
بضل في يعني عنده هامش انه هو حابب يختار هذا التخصص، انا ما بقدر امنعه، بس انا الان بقول له اذا انت بعد ما اطلعت انه هذا التخصص راكد، وهي كمان هيئة الاعتماد مؤسسة التعليم العالي وضمان ولايتها قالت لك قديش في على مقاعد الدراسة، وانت اصريت انك تقدم على هذا التخصص، الان قلت لك قديش في عندي في المخزون وقديش في على مقاعد الدراسة في العام الدراسي 2021 سيدي، لن تقبل، لن نقوم بتكديس طلبات من الان فصاعدا في التخصص. هل هو بده يدرس؟ هو حر، بس ما يرجع علي يقول لي بعد 5 سنوات و10 سنوات انا صار لي 20 سنه. اذا هون صار بس يا سيدي، يا سيدي والله بتعملوا انتم يعني هيك، يعني انتم ليش ما بتقدر تفرض على الجامعات توقف مثل تخصصاتها؟ لا احنا بنقدر، مجلس التعليم العالي هو صاحب الولايه طبعا بيقدر يحدد يحجم من القبول. طب سيدي تخصيص 500 شاغر سنوي لتعيين اوائل الجامعات بشكل مباشر، هاي كويسه والله. طبعا هاي لرفض الجهاز الحكومي بالكفاءات الشامله. بدي اشير انه في كمان 100 وظيفه خصصت للدبلوم التقني والفني. طيب. وهذه لاول مره دبلوم فن وفني. طيب اخر سؤال بسالك، يا ضبط عمليه منح المكافآت في الوظائف شو يعني؟ ربطها ربط احنا الان في حكينا قبل شويه مثلا بالنسبه لوظائف الفئه الثالثه بالتربيه في تفاوت بالمكافآت بين الوزارات والدوائر، الان ما عاد في هذا التمايز بين الدوائر، ما فيش مكافآت، لكن سيكون هناك في حوافز مربوطه في الاداء، وبالتالي هي متغيره حسب ادائك، ستكون عمليات قنوات الحصول على المعلومه عن ادائك من خلال عده جهات بما فيها المسوق الخفي، بما فيها المواطن نفسه لما بيطلع وعلى منصه حكومتي بخدمتي بيعطي رايه عن اداء المؤسسه وبعد اداء حتى اداء الموظف سيكون مربوط باداء الموظف الجديد، يعني ما عادت قضيه مربوطه في علاقتي مع الرئيس المباشر، وانما في عده اطراف باثر رجعي ولا هاي من الجديد؟ عن الموظفين سيعينوا اعتبارا من تجربه. ماشي. طب سيدي انا اذا بتسمح لي بدي اقوم بدورك، بسمح لك بثلاث دقائق سيدي تفضل. يعني عليك بدي اقوم بدورك هيك بثواني انه تفضل سيدي. موضوع تقييم الأداء والحوافز التي رح تعطى بناء على الأداء، إحنا بحاجة إنه المسؤول أن يكون مؤهل أن يقيم الموظفين، أن يبتعد عن الجوانب الشخصية. كثير من التراكمات اللي اليوم إحنا واقعين فيها هي جاءت نتيجة تراكمات شخصية سابقة، إنه التقييم والعلاوة والمكافأة كانت تتم على أبعاد شخصية لا علاقة لها بالكفاءة الحقيقية للموظف. فلذلك كان كثير من الموظفين أكفياء أو ويقصوا يتم إقصاهم، وكثير من الموظفين على غير كفاية وعلى غير أهلية معينة، ومع ذلك يمنحوا العلاوات والحوافز والترقيات والمسمية. طبعا فلذلك أنا بدي أقول أنه هون يجب أن يتم تأهيل المسؤول حتى يقيم الأداء ويكون عليه رقابة حقيقية، وأن يعني يشمل جزء من تقييم المسؤول نفسه أهليته لتقييم الموظفين اللي هم دول. الجانب الآخر بس أنا حاب أطرحه، وأنا يكون في لجان دوال خدمة جزء عاملين لجان عشان التقييم. ما أنا بدي المسؤول اللي بالميدان، يعني من المسؤول الميدان، لأن أنت كمديوان خدمة المدنية ما بيستطيع أنه يعني بيراقب كل المسؤولين، رئيس قسم بيقيم، مدير الدائرة بيقيم، مدير الإدارة بيقيم، هذا الجيش من المسؤولين لا يستطيع ديوان خدمة بالكادر الموجود عنده مراقبة كل هذول. فأنا بدي حاب أسمع من عطوفته وشغلة. والشغلة الثانية، يمكن حتى إحنا عندنا بكرة لقاء في لجنة إدارية مع بعض الزملاء أو الشباب الحاصلين على مؤهلات علمية أثناء خدمتهم، أنا حاب مع عطوفته يعطينا تصور أنه بمعنى أنه كان توجيهي أو كان فئة ثالثة وحصل على مؤهل علمي ممكن صار ماجستير وبعضهم دكتوراه. صحيح. وبعضهم دكتوراه. انا من المعالجه على الملأ لهذا الجانب. بدقيقه. نعم. احنا من ضمن القضايا ضمنها نظام الخدمه، حل الاشكالات اللي زي تفضل فيها، لكن في كمان قضيه مهمه انه اعطى للديوان صلاحيه الرقابه الاداريه، ايضا اعطى حصانه للموظف للمبلغ في حال حدوث اي مخالفه شافها الموظف في مؤسسته ان يبلغ عنها، يحفظ سريه المعلومه وسريه المبلغ، وهذه قضيه تترسخ بعانه شفافيه في الخدمه المدنيه وايضا النزاهه. كويس والله. ايضا هناك في توفير استقرار مادي ونفسي للموظفين، توحيد الاجازات ما بين كافه الفئات الوظيفيه، ما عاد في تفريقه بينهم، ايضا النص على انشاء صناديق ادخار والتكافل الاجتماعي في المؤسسات على غرار ما هو موجود في التربيه والتعليم دون تحميل الخزينه كلف اضافيه، والحاصلين على الشهادات هذول ايضا تم افراد نص لهم في نظام الخدمه، سيتم حصر هذه، احنا الان نعمل على حصرها في كل دوائر الدوله، مجرد ما ينفذ النظام بعد توشيحه بالاراضي الملكيه الساميه ونشره في جريده رسميه سيتم حصر الحالات كلها ودراستها، وان شاء الله النظام اسعفنا في انه اعطانا نص انه نرجع عليها، وان شاء الله سندد لها نعالجها يعني ان شاء الله. يا سيدي انا اشكرك عطوف رئيس ديوان الخدمه المدنيه استاذ سامح ناصر، شكرا لسعاده النائب المستجد الاداري النيابي الدكتور علي الحجاج. شكرا لك. شكرا. يعني حاولنا قدر المستطاع انه نقلص اليوم بس طلعنا بنتيجه ان شاء الله. انتم بخير بامان الله.